أسعدتم مساءً مشاهدينا وأهلاً بكم في الكابتن. الليلة سنقلب أوراق دور المحترفين بشمولية ونأخذ شذرات من أسابيعها بعد انقضاء 15 جولة وقرب مرحلة الحسم. الوحدات في صدارة الترتيب وسط مطاردة من الجزيرة المنهك مادياً وإدارياً، والرمثة صاحب الروح القتالية والمتعطش للألقاب، وغياب القطب الثاني في كرتنا الأردنية الفيصلي، غيابه عن المنافسة وسط غضب جماهيري على إدارته. ما أوردته ربما يعرفه الجميع، ولكن هذا الدوري حقيقة شهد تقلبات وظروفا كثيرة خلفت أمورا سلبية وأخرى إيجابية، ظروف اضطر فيها المدربون واللاعبون على التعامل معها، وبصراحة أجادوا هذا التعامل، مثل لعبة الشطرنج يحركون أحجار الرقعة بناء على معطيات المباراة بتكتيك معين. فأظهرت كورونا جانبا إيجابيا في طبيعة اللاعب والمدرب في قبول التحدي، وكشفت لنا أيضا جيلا من المدربين الأردنيين ذوي فكر فني عال. بالمقابل أظهرت كورونا وهن العمل الإداري وضعف الكثير من الإدارات أو بعض الإدارات في آلية اتخاذ قراراتها وغيابا لأهدافها الموضوعة. في حلقة الليلة نطرح التساؤلات، كيف تعامل المدربون مع تقلبات هذه الظروف، ومن هم اللاعبون الذين أثروا وأثروا في الموسم الحالي، وماذا عن التحكيم؟ فمع زيادة أعداد المساعدين على الخطوط، لماذا ما زالت الأخطاء التحكيمية المؤثرة حاضرة؟ وهل سنلقي اللوم دوما على جائحة كورونا؟ أسئلة عديدة فنية وتحكيمية نطرحها في حلقة الليلة. الكابتن استلم الشارة وبسم الله نبدأ. هدف بلا غير، الله اكبر. كره للصريح العجلوني يرسل كره داخل المنطقه الراسيه، الله طيب. هذه كره لمصلحه الجزيره، السلام هتخد وهذه التسديد، الله. ورد من جديد للشباب الاردن، ورد البريد تلعب ولكن تامر صالح هدف اول الشباب. تصور بعد هذه المحاولة على الرأس، تسديدة للرازم، الهدف الثاني. إلى الأمام تلعب، متابعة للشباب، الهدف الثالث. وعاد الكرة أمد حصان، متابعة ناجح راسية، هدف، متابعة للشباب والهدف ليسجل الدول بداية الأولى بعد هذه المحاولة. هنا الصد والهدف الأول، محاولة مستمرة حفيدة والهدف الثاني. مرحلة حرجة هي التي وصل إليها دوري المحترفين، فالمنافسة باتت واضحة في القمة والقاع، والجميع يلهث وراء النقاط التي تحقق الطموح، وإن كانت كلفتها تعديلات وإقالات في المنظومة الكروية. أحداث دوري المحترفين في هذه الأسابيع تتجه نحو تحديد المصير، فالوحدات والجزيرة والرمثة هم من يمتلكون الحظوظ بلقب الدوري، فيما يشتعل صراع الهبوط بين الأهلي وسحاب وشباب العقبة، والبقية يتمركزون في مناطق دافئة مؤقتا. ومع اقتراب الموسم من خط النهاية تطفو على السطح مجددا الأزمة المالية، مع حراك الإدارات بضرورة توفير المكافآت والرواتب في أسابيع الحصاد، وهو ما يؤجج الخلاف في أغلب الأندية. الصافرة التحكيمية باتت تزعج الجميع بسبب عدم وضوحها في بعض القرارات التي أصبحت شماعة وذريعة للعديد من الأندية بالخسارة وحتى عند الفوز، وهو ما يشكل خوفا لدى الشارع الكروي في أسابيع الحسم. المدرب واللاعب والإدارة والجماهير، جميع هذه الأطراف تترقب الأحداث التي ستؤول إليها مباريات دوري المحترفين والمفاجآت المحتملة في الأسابيع الأخيرة من الدوري. حديثنا الليلة عن دوري المحترفين وسير المنافسة لغاية الجولة الحالية، الجولة 15، وكيف ينظر المدربون للجولات المقبلة، وأيضا ماذا يحدث داخل هذه المباريات. حديث مطول في حلقة الليلة سيكون مع ضيوف حلقة الليلة في الكابتن. أبدأ بالكابتن أمجد أبو طعيمي المدير الفني لنادي الجزيرة وزميل السابق في الملعب. مساء الخير كابتن. مساء الخير كابتن مهند، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. أنا مبسوط جدا بتواجد
تواجدك وتواجد أيضا كابتن. الضيوف جميعا الله يخليك. أيضا من رحب بزميلي وأخي وأيضا المدير الفني للنادي الفيصل الكابتن عدنان عوض. مساء الخير كابتن عدنان. هلا كابتن، يسعد مساك. أهلا وسهلا بكم. طيب كابتن، بدي أبدأ معكم. حلقة اليوم هي مع مدربين. الفكرة في عنا 15 جولة لغاية الآن، الآن رح تبلش مباريات الحسم. بدي أخذ نماذج من الأندية لغاية الـ 15 مع نادي الجزيرة. أنت استلمت في وضع مش سهل، لاعبين كثر تركوا النادي، إدارة مؤقتة، ما في أموال، ولكن كان في تعرجات خلال المسيرة. بين تحديدا الأسبوع الرابع للسادس كان في مطبات، خسرتم خسارتين نادي الجزيرة. كيف تخطيتم؟ إيش اللي صار معك لتخطيت هذه الفترة أو العقبة؟ يعني في البداية خلينا أحكي عن نادي الجزيرة. يعني صراحة الجزيرة شكل حالة فريدة، أو خلينا أحكي حالة رائعة هذا الموسم خلال الاعتماد على الفئات العمرية. نعم. اللي بصراحة اللي يمكن استغلالها والاستفادة منها على قدر كبير، بدل من التعاقد مع لاعبين مبالغ عالية جدا أو محترفين مبالغ خيالية، استطعنا كجهاز فني خلق توليفة ما بين الخبرة والشباب والانسجام ما بين هذا اللاعبين، واستطعنا لحد الآن بعد نهاية المرحلة 15 الحمد لله رب العالمين أن نكون بالمركز الثاني. تعرضنا بصراحة أكيد، يعني أي فريق بتعرض لهزات خلال الموسم. ما بدي أحكي عن أمور إدارية ومالية حاليا، بس كأمور فنية بعد الأسبوع الثالث تقريبا، من الأسبوع الرابع للسادس تعرضنا لهزات من خلال خسارتين وتعادل. هذا الحكي بصراحة رجعنا اجتمعنا مع اللاعبين كإدارة وكجهاز فني، أنه إحنا كفريق صممنا من البداية أن يكون عندنا روح التحدي والإصرار، أنه هذا الفريق رغم خروج 16 لاعب من الفريق، أنه هذا الفريق مع أنه كان مطلوب منا من البداية أنه إحنا نبني فريق والثبات لا أكثر ولا أقل، أنه إحنا بهاي الأسماء ما بنرضى إلا نكون بالمنافسة، وإحنا قادرين بهاي الأسماء والعناصر أنه ننافس. والحمد لله رب العالمين رجعنا بالأسابيع اللي بعديها، أتوقع كان عندنا إمعان، وحدات، رمثة، هي كان أيضاً النقلة ما بعد أكيد هذه كان ثلاث انتصارات متتالية. هون الفريق أخذ دفعة معنوية كويسة أنه إحنا قادرين أنه إحنا ننافس على المربع الذهبي مبدئياً أو على الدوري بشكل عام في نهاية الموسم. طيب كابتن، بدي أشوف الجدول وأرجع لك كمان مرة بسؤال. الوحدات 35 الآن، فارق 6 نقاط عن الجزيرة، 29 نقطة. أنت في المركز الثاني الآن، إيش الأهداف اللي كانت من قبل اللجنة المؤقتة في غياب مجلس إدارة ولكن لجنة مؤقتة، إيش الأهداف التي وضعت لأمجد أبو طعيمة عند بدء الموسم؟ يعني خليني أحكي، أنا لما استلمنا الفريق كجهاز فني استلمنا من هيئة إدارية مؤقتة. نعم. وحاليا رح ننهي الموسم بهيئة إدارية مؤقتة جديدة. نعم. كان بينهم إدارة من أبناء النادي. المطلوب والهدف كان من البداية ثبات الفريق لا أكثر ولا أقل بعد خروج 16 لاعب وبناء فريق جديد. الحمد لله رب العالمين لغاية الآن الهدف تحقق على أرض الواقع. لا وبل ربنا أكرمنا بكرمه واستطعنا لحد الآن بعد نهاية المرحلة 15 نكون بالمركز الثاني. اتغير الهدف من قبل الإدارة لأمجد أبو طعيمة مع الفريق؟ خليني أحكي أنه كإدارة بتطمح بعد اللي شافوه، بيطمحوا بالدوري، حق الجمهور أنه يحلم بدوري. إحنا كمدربين وكلاعبين ما مش لازم نحلم، إحنا علينا نشتغل ونعمل، والتوفيق من رب العالمين. طيب بدنا نحكي بعدين عن موضوع تحييد الظروف، كورونا والإصابات وإلى آخره وفارق الخبرة. بدي أذهب للكابتن عدنان عوض. كابتن عدنان يعني أنت ابن الفيصلي ولاعب سابق وابن أيضا عائلة نشأت في الفيصلي. الفيصلي الآن في تدهور بالنتائج على غير العادة، غير موجود في القمة، تعادلات، خسائر. بدنا نفهم منك عن ما الذي يحدث بالفيصلي بصراحة. يعني الكل بيعرف كابتن، يعني الموسم هذا صعب كثير كان على نادي الفيصلي. من البداية كان الموسم صعب، جائحة كورونا حاولنا نتعايش معها، عدد إصابات اللاعبين اللي كان بكثرة، خروج بعض اللاعبين للاحتراف. هلا الكل عم بلوم انه الاداره ليش طلعت اللاعبين، بس احنا الكل بيعرف انه اللاعب حط بعقده شرط جزائي، انه اذا ما طلع بدفع الشرط
وبحترف خارج البلد. يعني صار في ظروف اجتمعت، عدم الاستقرار الفني اللي صار عندنا، انه النتائج انت بتعرف فريق زي النادي الفيصلي يعني مش زي باقي الفرق يعني الموجوده بالاردن، انه الفريق ما بيتحمل خسارتين ثلاث يعني انه بدايه الموسم. عشان هيك كنا عم نشوف تغيير بالمدربين، الكل اجتهد يعني بصراحه انا ما بدي اظلم حدا، يعني الاداره اجتهدت، المدربين اللي كانوا موجودين اجتهدوا. هلا واضح الهدف عندنا ايش هو، الهدف اللي عم نحاول نوصل له الموسم الحالي، يعني نكون واقعيين، يعني ما بدنا نحكي شيء بالخيال، انه ضروري انه نكون يعني بالمنافسه، انه يعني نحاول قد ما نقدر يكون ترتيبنا منيح بسلم الترتيب كويس، يعني على مستوى انه اسم النادي الفيصلي، وبالمقابل انه اجي دور اللاعبين الشباب ابناء النادي انه ياخذوا فرصتهم. عم بحاول بصراحه من اول ما استلمت انه اشارك الوجوه الشابه اللي موجوده بالنادي، لانه بتعرف انه الاوضاع الماديه صعبه على كل الانديه، انه عم نحاول انه عندنا مبدا هلا انه قرار انه يكون في توفير بالمبالغ الماليه الموسم الحالي والموسم القادم. هلا بغض النظر انا موجود الموسم القادم او مش موجود، او راح اكمل مع الفريق او ما راح اكمل الموسم الحالي، بس راح يكون في عدد من اللاعبين الشباب موجودين بالفريق. طيب. اللي اي مدرب يجي يكون في عماد اساسي بالفريق انه من ابناء النادي الفيصلي. طيب كابتن عدنان، بدي احكي معك بصراحه وبدي احكي معك بلغه اللاعب ابن النادي الفيصلي، الان بدي اشاركك في هم النادي الفيصلي لانه اكيد انا بفهم فيه زي كل اللاعبين السابقين، فبدي احكي بصفتين الان. كابتن، الفيصلي والانديه الكبيره دائما ما كانت تعتمد على القاعده الموجوده في مثل الجزيره، ايضا القاعده الموجوده في الفئات العمريه، فئات الشباب، لكن مؤخرا تغيير المدربين، حاله عدم استقرار فني لم نتعود عليها في الفيصلي وادت الى هذه النتائج، ايضا اعتماد على لاعبين محترفين ليسوا على سوية عالية بتاتا، مع أنه الموجودين بالفيصلي أقوى، صار الفيصلي يستورد اللاعبين ولا يصدر للأندية الأخرى. بدنا الجماهير غاضبة وبتعرف أنه أنت استلمت في فترة صعبة. لماذا استلمت في هذه الفترة وأنت تعرف أنها فترة صعبة؟ ثانيا، من هو المتسبب فيما يحدث بالفيصل؟ احكي بصراحة، لأنه الإدارة، الجماهير، أنا واحد منهم، بدنا نسمع إجابات. لأنه سؤال الثاني أو الثالث، هل مع أول خسارة رح يتم استغناء عن كابتن عدنان عوض ولا الإبقاء فيه؟ هي أمجد أبو طعيمة مع الجزيرة خسر خسارتين بعده موجود، بدنا نشوف كابتن عدنان عوض مستمر في الموسم القادم كمان ابن النادي. أسئلة كثيرة صح؟ لا هلا خلينا نكون صريحين كابتن، انت بتعرف ابناء النادي الفيصلي انه يعني باي لحظه كنا بخدمه النادي الفيصلي، يعني مجرد ما طلب مني اكون مدير فني للنادي الفيصلي مباشره وافقت. اما شو الاسباب كثيره، انا ما يعني مش راح نقدر نحكي مثلا نحدد المشكله بسبب وحيد، يعني الظروف اللي صارت بالنادي الفيصلي ظروف صعبة كثير يعني مرت على النادي. هلا انت اذا بدك ترجع تحكي انه مثلا الكل عتبان على النتائج، حق جمهور نادي الفيصل يعتب على الاداره ويعتب عليك كجهاز فني كمدير فني، لانه هذا نفسه الجمهور اللي كان يفرح لنا لما نفوز، اما بالخساره اكيد راح ينتقدوا الكل، بس الجميع اجتهد كابتن، الجميع اجتهد. والدليل انت اذا بترجع على التعاقدات اللي صارت، انه اللي انا مثلا مش هلا عم بحكي انه الاداره مثلا كانت بانه ما اخطات او عملت اخطاء كبيره، لا بالعكس الاداره اجتهدت. اذا بنرجع لعقود اللاعبين، اعلى عقود بالدوري الاردني عقود لاعبين نادي الفيصلي، يعني هو واللاعبين العناصر الموجوده افضل عناصر بالبلد، بس الظروف اختلفت انه يعني مشاكل كثيره حصلت بالفريق مش مشكله واحده كابتن، يعني انت عم تحكي جائحه كورونا اللي الكل عم بيقول لك لا لازم نتعايش معها، طيب كيف بدي اتعايش معها؟ مثلا انا كنادي فيصلي اذا اجيت العب مع الرنثا عندي 14 مصاب، اثنين حراس المرمى عندي مصابين، شاركت حارس مرمى عمره 16 سنه، يعني خلي الواحد يكون منطقي واقعي بالنقد، انا ما بحكي انه ما ننتقد، انتقد بس بواقعيه، انه هلا مش هاي نفسها اداره النادي الفيصلي وهدول اللاعبين نفسهم اللي احرزوا اللقب الموسم الماضي وبطوله كاس الاردن، يعني ماشي في اخطاء بتصير بس ما يعني بالنهايه بشر مش معصومين عن الخطا، بس الكل حاول يجتهد. هلا واضحه الرؤيه عندنا، هلا نوعي جماهيرنا انه الفريق
راح يكون في اداء مميز، راح يكون في عناصر شابه. وبالنسبه لجماهير النادي الفيصل، جماهير النادي الفيصل جماهير واعيه وبتفهم كره قدم كويس يعني بصراحه. عشان هيك هلا المطلوب شو المطلوب منا؟ المطلوب انه نكون بجدول الترتيب موقع مميز ويكون في عناصر شابه. للعلم الفيصل عنده عناصر شابه مميزه جدا. بتوقع كابتن صعب غير مدرب ابن نادي يخلي هدول اللاعبين يشاركوا، لانه كلنا بنعرف اذا اول ما يجي مدرب محترف هدفه واضح البطوله، بدي فلان وفلان وفلان، بكلف خزينه النادي مبلغ عالي ماديا. هذا الحكي عم بياثر. يعني ليش الانديه مثلا زي النادي الفيصلي او الانديه الثانيه عم تتاخر بدفع الرواتب او ما بتقدر تامن الرواتب؟ لانه العقود عاليه كثير. نعم بنعرف الظروف اللي صارت على أندية، إن كان ريع المباريات، دعم الشركات الراعية، دعم الاتحاد، هاي الأمور كلها أثرت خصوصا مع أندية كبيرة. كابتن أنت ما بتحكي إنه يعني الأندية الجماهيرية دائما الإدارات والجهاز الفني واللاعبين دائما تحت الضغط، بعكس باقي الأندية اللي بتكون براحتها. نعم كابتن، عم يشاركوا براحتهم، عارفين شو هدفهم، إنه إحنا ما في ضغط علينا. نعم كابتن عدنان. طب قبل ما أنتقل لفاصل كابتن أمجد، يعني بالتأكيد الجزيرة الآن مع هذه النتائج، المباريات القادمة، هل الجزيرة كمدير فني قادر على المنافسة حقيقة على اللقب في ظل الجولتين القادمات؟ هذول مش سهلات يعني. كابتن مهند، الحلو في الدوري الأردني حاليا بصراحة وخاصة في مرحلة الإياب، صعب تتوقع نتيجة أي مباراة بصراحة. الفرق معظمها اللي بتلعب معها إما بتنافس على اللقب أو بتنافس الهروب من شبح الهبوط، فصعب على أي فريق سواء جزيرة، وحدات، فيصلي، رمثة، إنك تتوقع أي مباراة. نعم. المباريات القادمة جميعها صعبة على جميع الفرق وليس على الجزيرة. بتمنى من رب العالمين إنه ربنا يكرمنا ونبقى للمنافسة للأمتار الأخير إن شاء الله. أنتم بالتأكيد يعني مباراة الفيصل والجزيرة هي المباراة القادمة يوم السبت المقبل، واللقاء آخر ما بين الرمثة والوحدات. راح نكمل الحديث معكم، نعطي لكل واحد مجال يحكي، ولكن مشاهدينا فاصل قصير ولنا عودة للحديث عن أمور أخرى تتعلق في دوري المحترفين. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، الحديث متواصل عن دوري المحترفين ومع المدراء الفنيين للفرق، لكن قبل ذلك محطات سريعة يستعرضها لنا معا عامر، تفضل معا. نعم مهند، دوري المحترفين لكرة القدم يدخل مراحل الحسم بسيناريوهات مختلفة، فجميع المباريات ستغير الشكل الذي أفرزته النتائج السابقة في الجولات 15 الماضية. الأسبوع 16 سيكون عبارة عن مفترق طرق لفرق القمة والقاع، فالجزيرة والرمثة يجدان فرصتيهما الذهبيتين لتشديد الخناق على الوحدات المتصدر بمواجهتي الفيصلي مع الجزيرة والرمثة مع الوحدات. أما في الصراع على الهبوط فهناك مواجهة، أو في على تجنب الهبوط فهناك مواجهتان بين سحاب والأهلي وشباب العقبة مع الصريح، سيكون لهما شأن كبير بتحديد معالم الهبوط. هذه الظروف والمعطيات تضع الأندية في مواقف مختلفة جراء التعاقدات التي أجرتها مع لاعبين محترفين، فاليوم نجد اللاعب المحترف بين النعمة والنقمة، فقليل من الأندية وفقت بمحترف كمهاجم الوحدات عبد العزيز نداي. عناوين كثيرة نثرت على صفحات الدوري، فالفيصلي أغضب جماهيره بعد تراجع النتائج والابتعاد عن المنافسات، والجزيرة ينافس على اللقب رغم الأزمات المالية والإدارية. الصافرة كانت وما زالت الجدل الأكبر في مباريات الدوري، فالاعتراضات تتواصل من جولة إلى أخرى على أخطاء مؤثرة وأخرى يمكن تصنيفها بأخطاء اللعبة، ولكن الصافرة هي الهاجس الأكبر بتحديد مسار الدوري. وفق كل ما سبق لأن دوري المحترفين لم يبح بكامل أسراره، فمباريات الجولة المقبلة إما أن تحسم المراكز بشكل مبدئي أو تشعل المنافسة من جديد على القمة والقاع. عودة إليك مهند. إذن شكرا معا، وأجدد الترحاب بضيوفي في الاستوديو كابتن أمجد أبو طعيمة مدير فني الجزيرة، وأيضا أجدد الترحاب بالكابتن عدنان عوض المدير الفني لفريق النادي الفيصلي. طيب بدي اخذ موضوع اخر معكم الان، ابدا مع كابتن امجد عن موضوع المحترفين، آلية جلب المحترفين. وبصراحه يعني قله جدا من اصابه التوفيق في المحترفين، لانه بيكون بحاجه الى واحد يخلص الهجمه او مدافع. انت كيف بتقيم؟ انا بدي سؤالين بجاوبني عليهم بصوره سريعه عشان الحق. كيف آلية جلب المحترفين؟
لناديكم نادي الجزيرة، وكيف عم بتشوف التجربة معهم؟ شوف يعني أكيد أنك تجيب لاعب محترف لازم يكون عن دراسة وعن يعني خلينا أحكي أنه أنت شايف اللاعب وعارف السي في تبعه، بس ظروف الجزيرة بصراحة غير عن ظروف كل الأندية. ظروف الجزيرة باستقطاب المحترفين كان بناء على الأمور المالية، يعني الأمور المالية في نادي الجزيرة كانت صعبة جدا، بناء عليه قدرنا نجيب 3 محترفين ضمن إمكانيات المادية اللي في النادي، ومع هيك الحمد لله رب العالمين ضمن الإمكانيات قدرنا خلينا نحكي إن نعزز الفريق بثلاث محترفين، واحد منهم للأسف غادر البلاد لظروف عائلية، الليبي الكابتن عبد العاطي العباسي اللاعب الليبي، وبقي عندنا اللاعب البرازيلي واللاعب السوري اللي عاملين إضافة معينة ضمن الإمكانيات المتاحة عم بفيدوا لحاليا الحمد لله رب العالمين، بضيفوا ضمن الإمكانيات لأنه أنت عارف ظرف الجزيرة المادي. أنت رضيان يعني لو يكون الموسم جديد مرة جديد؟ أنا بعرف جوزي زعلوا الآن مش راح تقدر تجاوب بشكل عام. مبدئيا بالوضع الحالي موجودين معنا بشكل جيد. لا سؤال بعرف مدرب ما بيحكي، ولكن كل التقدير لك كل المحترفين. كابتن أمجد بدي أسألك نفس السؤال موضوع كابتن عدنان عفوا، موضوع أيضا المحترفين، ملف المحترفين في النادي الفيصلي موضوع أيضا شائك. يا الله قديش بيجي محترفين وما بيستفيد منهم الفيصلي وبروحوا، مع أنه كان الفيصلي فل الفل في الموسم الماضي وقبل موسمين. كيف آلية الاختيار، كيف آلية جلب المحترفين، ومدى رضاك عن المحترفين الموجودين؟ هلا راح اكون صريح وصادق معك، يعني انا على التعاقدات الموجوده المحترفين الموجودين دومينيك اكرم الزوي وكان قبليهم لوكس، انا كان لي دور مثلا بالتعاقد معهم لانه محترفين على مستوى عالي. غادر لوكس اجل المهاجم الارجنتيني، الظروف اللي عم بتصير ما عم تقدر يعني تعطيه فرصة من خلال الدوري، ممكن شارك بعض الوقت بعض المباريات، بس بالمقابل انت يعني استقطبت العكش كان هداف مرحلة الذهاب. يعني ما بدنا هلا نقعد نحكي انه عدنان عم بحكي هيك عشان انه هلا هو المدير الفني عم بدافع عن الإدارة، لا انا ما مش عم بدافع، انا طول عمري مثلا انه مع انه لما يكون في خطا الكل ننتقد ونحاول نصحح الخطا، بس انه على مستوى المحترفين الموجودين انا برايي اكرم زوي ودومينيك على مستوى عالي جدا وعم بيخدموا الفريق وعاملين اضافه بالفريق بصراحه. طيب اي محترف مستقبلا سيتم جلبه في المواسم القادمه وكنت على راس الاداره الفنيه، من سيقرر نوعيه المحترف اللي بيجي او اسمه في النادي الفيصلي؟ هلا راح أكون سارق معك، إذا كنت على رأس الإدارة الفنية أنا صاحب القرار وأنا اللي بتحمل المسؤولية. وللعلم أنه في حكي أنه على المحترف الأرجنتيني أجى بناء على رغبة الجهاز الفني السابق، يعني مش أنه الإدارة اللي بتقرر. هلأ الإدارة عم بتحاول تستقطب محترفين أنت بتشوفهم داخل الملعب من خلال التمارين والمباريات الودية، وبعديها بتعطي قرارك. هلأ أي مدير فني بصراحة راح أكون معك وبحترم حاله، راح يكون هو صاحب القرار، وهو لأنه بالنهاية كابتن اللي دائما بنحكي احنا اللي راح يتحمل المسؤولية المدير الفني. إذا جبت لاعب دون المستوى راح ينعكس على أداء الفريق داخل الملعب وبالنهاية نتائج الفريق راح تصير عكسية، عشان هيك المدير الفني لازم يتحمل مسؤولية أي قرار بالنسبة للاعبين. معلش تحملنا أدنان على هذه الأسئلة، ولكن هي أسئلة لابد أن أطرحها وأسمع منك الإجابات كونك مدير فني للفريق. ابقى معي كابتن عدنان، وبدي أشرك معي أيضا مدير فني آخر الكابتن جمال محمود المدير الفني لفريق نادي الرمثة. مساء الخير كابتن جمال. يسعد مساك مهند، ومساء الكابتن الرائع ويعني حبيبي الكابتن أمجد، وكذلك حبيبي الكابتن عدنان عوض، وكمان مساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين. والله اشتقنا نلعب مع بعض. نسوي منتخب مدربين أنا كابتن الآن ما شاء الله، يعني منذ استلامك يعني الحمد لله فوز، لما إجا الفوز الأول إجا الثاني إجا الثالث، الآن 5 مباريات فوز، وفريق الرمثة فريق الآن متسلح بطاقة وقوة قتالية كبيرة. الآن كيف ترى حظوظ الرمثة؟ يعني شوف مهند، احنا فريق الرمثة تحديدا يمكن انا حكيتها وبعيدها ويعني باكد على كلامي بانه فريق الرمثة مر بظروف صعبة جدا. يعني صحيح الكابتن امجد يعني ذكر المعاناة اللي مرت على نادي الجزيرة، لكن ايضا نادي الرمثة مر بظروف صعبة جدا، واخرها كان اللي هي عدم تسجيل لاعبين بين المرحلتين، مغادرة مجموعة من اللاعبين، حتى بين المرحلتين غادر لاعبين وما كان في امكانية لتسجيل لاعبين،
إصابات كورونا بالجملة، حتى اليوم طلع في عنا إصابات كورونا. ومع ذلك يعني الحمد لله رب العالمين بمجهود الجميع وتوفيق ربنا عز وجل أولا وأخيرا، يعني بنشتغل بنجتهد وكل مباراة بنكونها بشكل منفصل، يعني بننظر إحنا حاليا أنه نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل عن البطولة. يعني المباراة القادمة إنا مع إخواننا نادي الوحدات هي مباراة تمثل إنا ثلاث نقاط مهمة جدا. الآن طموحنا يعني خلينا نحكي بأنه نبحث عن ذاتنا في كل مباراة بشكل منفصل. نعم كابتن، هلا بنوصل لأسابيع الحسم، هل برأيك يعني تحسمها القوة الفنية أم الإدارات القادرة على تحمل نفقات الفرق خاصة في ظل الأزمة المالية، أم ربما الصافرة التحكيمية راح يكون لها دور في ذلك؟ مهند خلينا نكون صريحين. نعم. ما في إلا بجوز يعني أنا حسب علمي إنه فقط نادي الوحدات هو اللي بإمكانه يسدد أمور المالية فقط. وباقي الأندية الباقي واقع يعني خلينا نحكي باقي الأندية كلها عندها مشاكل مالية إن لم تكن يعني حديثة فهي من الماضي، لذلك الأمور المالية حتى اليوم اللاعبين والمدربين أصبح يعني للأسف يتعايشوا مع الموضوع زي زي الكورونا. نعم. يعني الموضوع صار خارج عن الإرادة. لكن أنا أتوقع توفيق ربنا عز وجل هو الأهم. طيب. أولا ثانيا الأمور الفنية أكيد سواء أكيد. المجهود من اللاعبين أو من الأجهزة. طيب كابتن جمال بدي أخذ رأيك بالصافرة التحكيمية في الموسم الحالي لغاية الآن. نعم شوف يعني إحنا بشكل عام مهند واضح بأنه كل كرة القدم الأردنية فيها خلل. اليوم في عنا أخطاء تحكيمية، أنا حتى اللحظة أؤكد ويعني أنا هاي تسجل أنا من وجهة نظري للجنة التحكيم والحكام بأنه الأخطاء هي أخطاء بشرية حالها كحال الأخطاء التي يقع بها المدربين واللاعبين، لكن هنالك أخطاء ومؤثرة. نعم هنالك أخطاء ومؤثرة وهذا موجود حتى في الدوري الأوروبي وحتى مع وجود الفار. يا كابتن جمال بكون في جنب الحالة ثلاث حكام، حكم راية وحكم الساحة وفي حكم خط المرمى كلهم موجودين يعني مع الحالة. هذا إن دل على شيء يدل على أنه في مشكلة في التحكيم ما حدا بيقدر ينكرها. نعم. لكن أنا بحكي بأنها يعني أخطاء تحكيمية وحالها من حال كرة القدم الأردنية. اليوم المستوى الفني بتراجع، خلينا نكون منطقيين، يعني ركن متأثر أيضا بحالة. نعم. كورونا 100%. ويعني أنا بأمل أنه التحكيم يكون في أحسن مستوياته حتى لو مستوى الكرة تراجع، لأنه بصراحة إحنا دائما وجهنا أبيض على مستوى التحكيم على مستوى القارة الآسيوية، بتمنى نضل زي ما إحنا إن شاء الله. كابتن بدي أشكرك جزيل الشكر وتحياتنا لك كل أهلنا في الرمثة وللاعبين، وإن شاء الله الكابتن هادي الحراني بيفوز بالتصويت الآسيوي نفتخر فيه ونفتخر بكل لاعبين أندية الأردنية. شكرا جزيلا لك كابتن أمجد. بدي أروح لآخر سؤال سألته عن موضوع التحكيم، أثر موضوع التحكيم على نادي الجزيرة؟ يعني خليني أحكي أنه الحكام في النهاية بشر ومعرضين للأخطاء، ولكن هناك أخطاء تحكيمية بصراحة بشكل عام بالدوري أثرت على نتيجة المباريات. أنت في النهاية صافرة تحكيمية خاطئة يعني تعب فريق كامل بروح بصافرة، فالأمور مش سهلة. كنت أتمنى بصراحة أنه يكون التحكيم هذا الموسم، صح موسم استثنائي، انه يكون التحكيم ركن مهم جدا. في بدايه الموسم كل المباريات الوديه انا كمدرب طلبت من الاتحاد الاردني من خلال مدير الفريق انه المباريات الوديه بما انه الكل معرض وقاعد في البيت صار له فترات انه المباريات الوديه ليش ما يحكمها الحكام اللي على مستوى عالي خلينا نحكي. نعم. واللي هم المخضرمين ليش يحكموها شباب صغار السن لسه عم بيتعلموا. اوكي احنا مع الشباب الصغار انهم يطلعوا ويكون عندنا حكام على درجه عاليه، بس كنت اتمنى من بدايه الموسم وخلال فترات الاعداد انه يكون هناك الحكام المخضرمين هم اللي يحكموا المباريات الوديه لرفع الحاله المعنويه والحاله البدنيه. نعم كابتن عدنان، ارضا نفس السؤال، الفيصل اللي كان عنده اعتراض على التحكيم وجه كتاب لاتحاد كره القدم باعتراض على التحكيم خلال الاسابيع الماضيه وبالاخص على المباراه الاخيره، ما هي النقاط من وجهه نظرك كمدرب؟ وانت اعترضت يعني شوف كابتن خلينا هلا يعني يعني هلا ماشي بدنا نجامل انه بشر واخطاء
هاي وظيفته، هاي وظيفتك كحكم. خمس حكام بالملعب وعم والخطا واضح لثلاث حكام مش عم تحسبه، معناته في شيء خطا. لازم الحكام يعني بصراحه مثلا ضربه جزاء ما عم تنحسب، بتعاقب الحكم انه ايقاف مباراتين او ثلاث او اسبوعين. بالنهايه الانديه شو عم تستفيد من هذا؟ انه يعني بتخسر مجهود فريق عم بيستعد له اسبوع 90 دقيقه وبهمه الفوز وبهمه الثلاث نقاط، وبالنهايه انه يتعاقب الحكم انه اسبوعين. بتوقع لا، لازم يكون في دراسه كثير كبيره للتحكيم بالدوري المحلي بصراحه، لانه انا اللي عم بشوفه يعني كيف في فرق مميزه بالدوري وهي عانت من كورونا. ليش عم نلاقي عذر للحكام انه عانوا من جائحه كورونا؟ طب شو السبب؟ يعني مش عم بجامل، ما في وقت للمجامل. انا بتوقع لازم يكون في مسؤوليه اكبر على الحكام، يتعاملوا بشده اكثر دائره التحكيم مع الحكام، لانه بالنهايه حكم بدك تقود مباراه. يعني مش معقول تنزل على الملعب تظلم واحد من الفريقين. انا ما بحكي بس على الفيصل، بحكي على باقي الانديه. يعني في فرق كثير انظلمت، عشان هيك عم بحكي لما بدك تحط حكم يقود مباراه لازم يكون على مستوى عالي جدا. ما 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 يعني ما بدنا نختلق الاعذار بعديها انه بشر واخطاوا ولازم هاي حال كره القدم، وهذا الحكي بيصير في اوروبا. بس عدد الاخطاء اللي بتصير في مباراه ممكن قد عدد الاخطاء اللي بتصير بالدوريات الاوروبيه كلها بمباراه واحده. يعني مش بقول انه الاقي اعذار دائما، لا، لازم يكون في وقفه من دائره التحكيم، انه الاتحاد الاردني رئيس لجنه التحكيم يقول مع رئيس لجنه التحكيم مع دائره التحكيم انه لازم يلاقوا حل. انه بدك تحط الحكام، لازم الحكام يكونوا على مستوى عالي جدا، انه ما مش عم بصير انه يجي حكم يخسر فريق مباراه وبعدين نعاقبه مباراتين باسبوعين حرمان. انه ايش استفدت انا كنادي مثلا او كلاعبين؟ شو استفادوا؟ انه ضيعت مجهودهم وخسروا المباراه لانه الحكم بشر وبخطئ. انا بعترف انه كل البشر بخطئوا، بس انا عم بحكي انه انت عندك خمس حكام بالملعب. نعم. بخطئ واحد، الثاني بيقدر يصحح. طيب. بخطئ اثنين، الثالث بيقدر يصحح. بس انت عم بخطئ ثلاث حكام مع بعض. نعم. كابتن عدنان، قبل ما انهي معك، يعني شو بتوعد جماهير الفيصلي، او ايش المطلوب منك الان وانت بفارق الفيصلي القطب الثاني، فارق 14 نقطه عن المتصدر الوحدات الان؟ يعني بصراحه تاخذوا دوري صعب، أنا بحكي لك إياها صعب، ولكن عم تحكي 14 نقطة، إيش المطلوب من كابتن عدنان عوض وفريق الفيصلي خلال الأسابيع السبع القادمة؟ يعني هلا كابتن الموجود بالملعب 21 نقطة، راح كجهاز كإدارة وكجهاز فني وكلاعبين تعهدنا إنه بدنا نحرز ال 21 نقطة، نحاول نلعب مباريات كؤوس، نتائج مع أداء إن شاء الله. وراح تلاقوا جيل جديد من لاعبين نادي الفيصلي موجود بالملعب ان شاء الله، اللي يخدموا النادي الفيصلي لعشر سنوات قادمه ان شاء الله. نعم كابتن عدنان عوض، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، نتمنى عوده الفيصلي الى سابق عهده، ونشوف ايضا تحقيق هذه الاهداف اللي تفضلت فيها، ورؤيه ايضا لاعبين ناشئين، لانه هذا هو هي الفرصه المناسبه لعودة الفيصلي سابق عهده. الكابتن عدنان عوض المدير الفني لفريق النادي الفيصلي، شكرا جزيلا لك. كابتن أمجد مستمر معنا أنت لآخر الحلقة. إذا مشاهدينا مستمرين معكم في الحديث عن الجانب التحكيمي. الآن في البارت الأخير أو الجزء الأخير نتحدث عن التحكيم، ما رح نأخذ الحالات ولكن بشكل عام مع مسؤول تحكيمي وواحد من خبراء التحكيم في الأردن وفي الوطن العربي، ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا البقاء معنا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، الحديث متواصل عن دوري المحترفين، ولكن قبل ذلك فان لقطه الاسبوع كانت مؤلمه بالإصابة اللي تعرض لها اللاعب الخلوق والمهاري عبد الرؤوف الروابدي، لاعب الصريخ للمباراة فريقه أمام الجزيرة. دعونا نشاهد اللقطة ولنا حديث بعدها. محمود مرضي كان لديه المساحة الكافية لأن يسدد كرة بشكل أفضل من الكرة الماضية. محمود مرضي، التدخل من الباشا على عبد الرؤوف بطاقة صفر. سلامات 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 للروابدي. إصابة وإصابة إصابة قاسية للروابدة.
إصابة كانت من الباشا على عبد الرؤوف الروابدة. الإصابات ولعنة الإصابات، ولكن الشيء المقلق بصراحة هي الإصابة الماضية، وتلقى بطاقة صفراء محمد باشا. سلامات للروابدة. هل سيعود إلى الملعب عبد الرؤوف الروابدة؟ نتمنى ذلك، ولكن هل كانت الإصابة صعبة جدا وقاسية على عبد الرؤوف؟ إذن كانت هذه الإصابة للاعب عبد الرؤوف الروابدة بعجالة كابتن، يعني إصابة بالتأكيد صعبة، واللاعبين دائما معرضين أنهم يتعرضوا لهيك إصابات. تعليقك كمدرب كنت موجود في أرض الملعب على في البداية، نتمنى الشفاء العاجل للكابتن عبد الرؤوف الروابدة. أكيد لاعب كرة القدم معرض لأي إصابة، أكيد مش متعمدة من اللاعب محمد الباشا، مش مقصودة. حال كرة القدم كل لاعب معرض أنه ينصاب، نتمنى الشفاء العاجل للكابتن عبد الرؤوف الروابدة. لاعب أخلاقه عالية، لاعب مهم في نادي الصريح وفي الكرة الأردنية. بتمنى أن تكون عودته سريعة من خلال العلاج السريع، وبتمنى على اتحاد كرة القدم من خلال سمو الأمير علي أن يكون علاجه في قطر من أجل سرعة الشفاء بأسبيتار المتخصص في عملية تأهيل. نتمنى ذلك، يعني هاي ملاحظة مهمة. طب أنا معي عبر الهاتف الآن رئيس نادي الصريح الأستاذ عمر العجلوني. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور أستاذ مهند، بمسي عليك وبمسي على الكابتن. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لكل أهلنا. أهلا وسهلا ونحيي كل أهلنا في الصريح. بداية يعني عم نحكي معك تليفون، بدنا نطمئن منك على صحة اللاعب الخلوق والمهاري عبد الرؤوف الروابدة. طمنا عن حالته الآن بعد خروجه من المستشفى. يعني أنا بحب أطمن الجمهور الأردني بأن رغم إصابة اللاعب الذي تعرض لها عبد الرؤوف الروابدة، نعم، إلا أنه الحمد لله يتمتع بمعنويات عالية الحمد لله، وإن شاء الله تعالى يحتاج إلى فترة شهر لبدء تأهيله العلاج إن شاء الله. نعم أستاذ عمر، يعني صريح كان له كتاب رد أو رد على كتاب الاتحاد لاستفساره عن نزول نائب الرئيس من المنصة إلى الملعب أثناء مباراة الصريح مع الجزيرة. بدنا نسمع منك أستاذ عمر عن الرد تبعكم. يعني أستاذ مهند تعرف دائما بقولوها العتب على قد المحبة، يعني بالتأكيد، وإحنا كعلاقتنا بالاتحاد الأردني تعرف بنعتبر حالنا أسرة واحدة، وكنا نتمنى يعني من الاتحاد بدل ما ودينا كتاب انه بسبب نزول نائب الرئيس بجوز الاخ مجدي ابو الكابتن امجد كان بارض الملعب، نعم، بجوز ما شاهده كان هو نازل مشان تعرف كانت الاصابه بليغه، وكان هو حاب يرافق اللاعب على المستشفى الا انه مراقب المباراه يعني منعه ورجع من دون ما حد اي واحد يشوفه، نعم، ورافق اللاعب من خارجي يعني ما فات ارض الملعب. تعرف يعني احنا يعني الاصابه صعبه وبده يطمن، نعم، من محبتنا للاتحاد الاردني كونه يعني نعتبره هو رب ابو الاسره زي ما بيقولوا، واحنا ابنائه، نعم، هذا عتبنا كان بس يشوف ما في اي شيء. طيب شوف، احنا بدنا نحاول قدر الامكان من خلال برنامج الكابتن قناه المملكه نحاول نوصل صوت اللاعب. احنا مش حابين كنا ناخده في هذا البرنامج، وانا اعتقد انه يسمعنا الان، تكلمنا معه طمننا عليه. انا مش حاب استغل صوت اللاعب الان لانه تحدث ما فيه الكفايه وعرفنا ايش اللي بده اياه. اللاعب النادي الان تقدموا بطلب بعلاج اللاعب وتحديدا في قطر لاختصاصه في عمليه الرجعه السريعه للملاعب. انا بدي اسمع منك كابتن او استاذ عمر، شو مطالبكم او تمنياتكم من اتحاد كره القدم بهذا الخصوص؟ والله استاذ احنا نطلب من خلالكم ومن خلال هذا المنبر يعني اللي دائما نشيد به ناشد صاحب سمو الملك الامير علي بن حسين حفظه الله ورعاه، والاعاز بالتكرم بالموافق على سفر اللاعب عبد الرؤوف الى دوله قطر لما تتطلبه طبيعه الاصابه يا سيدي، والعوده بعون الله تعالى باسرع وقت الى الملاعب. نجم تعرف نجم كبير ومشهود له بالاخلاق العاليه والعطاء، فما تأمل من سمو الأمير موافقة على معالجة بقطر. نتمنى ذلك إن شاء الله تكون رسالتكم وصوتكم يوصل لاتحاد كرة القدم، وأيضا الأمان العام يتوصل هذه الرسالة لسمو الأمير علي رئيس الاتحاد، وإن شاء الله لن يتوانى في مساعدة اللاعب الخلوق. إن شاء الله بيخدم منتخبنا الوطني كما كان الاتحاد دائما عون وبيساعد جميع اللاعبين الذين أصيبوا. أنا قدامكم أول واحد من الناس اللي اتعالجت، رحت على تركيا
غضروف، إصابتي كانت غضروف خلال 10 أيام، كنت في مباراة على بنش الاحتياط في تصفيات كأس العالم أمام أوزبكستان في طشقند. هاي بسبب اهتمام الاتحاد، نتمنى يهتموا وأيضا يساعدوا في سفر عبد الرؤوف الروابدة لأخذ العلاج. بدي أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر العجوني رئيس نادي الصريح على ملاحظاتك وأيضا كلامك الجميل. ناخذ أمور تحكيمية كابتن أمجد. طيب برجع لك. طيب نروح مباشرة إلى العاصمة عمانية مسقط، معنا أيضا عبر الهاتف مدير دائرة الحكام الأسبق الكابتن عمر بشتاوي، وهو مدير دائرة الحكام في الاتحاد العماني لكرة القدم. مساء الخير كابتن. مساء الخير كابتن معنى، يعطيك ألف عافية، وسعيدين جدا دائما بتواجدك معنا من فترة إلى أخرى، ولكن إحنا حاولنا صدقا يكون معنا من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم معنا في حلقة اليوم، لكنهم اعتذروا، ما بدهم يطلعوا، هذا شأنهم، سوينا اللي علينا، ولكن بدنا حدا يكون في خبير تحكيمي، فأنت يعني زي ما بيحكوا بالعامية أنت أبوها كابتن، ومن من أسس أيضا دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم، وساهم في الكثير في تأسيس دائرة التحكيم في الكثير من الدول العربية من الإمارات وأيضا الآن في عمان. هناك حالة جدل بالتحكيم الأردني، إلى ماذا تعزوها كابتن؟ محمد يعطيك العافية، والشباب اللي شاركوا معك كل الاحترام والتقدير. حقيقة أنه أولا يعني مش كثير متابع للدوري نتيجة الأعمال المرتبطة بنفس الوقت بإقامة الدوري، لكن طبعا أنا فخور أني أتابع دوري بلدي. نعم. عدد قليل من المباريات حضرت، آخرها كان مباراة الجزيرة والصريح، لكني اليوم الأخ محمد حسيبة أرسل لي فيديوهات تتعلق ببعض الملاحظات. نعم. فاللي أنا شفته، أنا يعني بستطيع أتكلم معك بنقطتين. بنقطة الكابتن عبد الرؤوف الروابدة، أولا أنا أتمنى له الشفاء، لاعب خلوق مؤثر، ما كنا نتمنى أنه ينصاب أي لاعب بهذا الشكل. نعم قدر الله ما شاء الله. هي أولا أو بالضبط، هي أولا الحالة اللي قام فيها مدافع الجزيرة الباشا هي غير متعمدة. نعم أكيد، مطلقا غير متعمدة، ويعني حاول يلعب الكرة بهذا الشكل، امتدت رجله اليسار بشكل باستخدام قوة زائدة على قدم اللاعب من أسفل. باللحظة الأخيرة بالإعادات يا كابتن مهند، ربما تقدير الحكم ما كانش دقيق 100%، راح هو لعقوبة التهور. نعم. لكنها هي في الملعب يعني من خلال الإعادات تبين انه هو استخدم القوة. نعم. مثل هاي الحالات مهند، وقت انا كنت مسؤول عضو اتحاد ومستلم ملف التحكيم والمسابقات. نعم. كنا حاطين باللائحة انه يجوز العودة بالفيديو مشان اتخاذ الإجراء المناسب حتى تنضبط المسابقة وحتى نعم. نحمي اللاعبين. طيب ممتاز. كانت موجودة وحتى أوقفنا أكثر من لاعب. نعم. أوقفنا أكثر من لاعب بالفيديو. طيب أتحدث معك كخبير تحكيمي كابتن، أعتبر أنه في حالات كثيرة وحالات فيها جدل وضربات جزاء غير محتسبة، لمسة يد، إعاقة لاعب، منع هجمة واعدة إلى آخره، بهذا مثل هذه الحالات لجنة الحكام كيف تتصرف في العادة لما يكون في لغط وكلام كبير وهناك كثرة في الحالات التحكيمية الجدلية؟ بصرف النظر شو هي الحالة بشكل عام كلجنة حكام أو دائرة تحكيم، ماذا يجب أن تفعل؟ شوف مهند، أولا الجدل التحكيمي راح يظل موجود. نعم. حتى بالفار في بعض اللقطات لا زالت تثير الجدل. نحن بأولا لازم نثق بكفاءاتنا، لازم نثق بالشباب اللي عم بقودوا التحكيم. هناك كفاءات من شبابنا الأردنيين على المستوى الآسيوي قادرين إنه يعني يقودوا العملية، محتاجين مزيد من الدعم، مزيد من الثقة. لكن بنفس الوقت شوف كمان مهند، يعني جائحة كورونا أثرت على الجميع، لكن ما بدنا نحطها شماعة.
وبنفس الوقت الفيديو اللي أنا بعت لي إياه الأخ حزيبة شفت ملاحظتين، شفت ملاحظتين هذول أعتقد أنهم مش غايبين عن الإخوان بدائرة الحكام والإخوان اللي بيشتغلوا مع دائرة الحكام من المحاضرين الأساسيين. المشكلة مهند هي في منطقة الجزاء. مشكلة منطقة الجزاء تنقسم إلى يعني تقدر تحطها تحت ثلاث بنود. إنه طبيعة بس كابتن كابتن بس بعجالة لأنه مش معيش غير نص دقيقة فقط. يعني هي المشكلة بمنطقة الجزاء. نعم. تتعلق بتمركز الحكم رؤيته. نعم. لكن الحالات اللي أنا شفتها في حالات لمسة يد، يعني حالات لمسة اليد القانون خفف عليها كثير بالشرع. فيفترض أنه يتم التعامل معها بشكل أدق والحكام يتحملوا المسؤولية أكثر، خاصة أنه في حكم أديشنال على خط المرمى وفي نعم. أكثر من لقطة الحكم اللي على خط المرمى قادر يشوف ولازم نعم. يوصل المعلومة. وصلت لما نتكلمش عن حالات دقيقة. نعم حالات أكيد دقيقة أكيد. صعبة. هاي ممكن تفوت. أما نعم. الحالات اللي واضحة واللي ما يعني هي حقيقة فات. نعم. ليش ما يتدخلوا فيها؟ أتمنى منهم. نعم. وصلت الصورة، وصلت الصورة كابتن عمر بشتاوي. بدي أعتذر منك لضيق الوقت كابتن عمر بشتاوي، مدير دائرة التحكيم في الاتحاد العماني لكرة القدم والخبير التحكيمي، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط. شكرا جزيلا لك. بدي أشكرك أمجد على وجودك معنا، وكنت حاب يكون معنا بس معنا ما ضلش معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لبرنامجك الرائع وللقناة المميزة. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا. إذن بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة الكابتن لهذه الليلة. نراكم في الأسبوع المقبل بمواضيع جديدة. دمتم برعاية الله.